هذه الحلقة مقدمة برعاية ناتشرال فليفر. انا رايي كده يا جماعه ان احنا بما اننا نعمل شويه حلقات للجراند فنبتدي بحلقه جراند فروت، يعني الصيف والدنيا حر والراجل عامل حاجات ساقعه وحاجات حلوه صيف يعني، فايه رايكم؟ بصوا يا جماعه، لا انا رايي ان احنا نبتدي بجراند كريم، عشان جراند كريم حاجه كلاسي قوي، حاجه كده فيها كريمات وحاجات مخبوزات وحاجات ايه كلاس بتاعت ناس كلاس فعلا، مش اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. بقول لكم ايه يا جدعان، فككوا بقى من الشغل ده كله. بقول لك ايه يا صاحبي، فكك بقى بلا الواد الطاري الني ده اللي بيكلمك ويلغيك في كريماته وبتاع، فكك منه وانت سيبك من شغل الفاكهه والصيف. وش كده يا جدعان، احنا بتوع معسل يعني، احنا ناس نحب الكيف والكيه بتوع الام تي ال يعني، من ابو اخر كده الحاجه الشيشه القص والعنب والام تي ال والتوباك إيه والشغل ده، شغل الكيف والمزاج، مش الشغل الهري إيه اللي انتوا بتهروه ده. تبعك ده انت جيت. خلاص مفيش الكلام ده، احنا اول حلقه هنعملها هي جراند فروت. انزل بالتتر يا شامي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الهبيد حيث نعبد من جديد. احنا النهاردة بقى معانا مجموعة حلقات مميزة جدا، هنبتديها بأول حلقة من مجموعة الحلقات اللي احنا هنقدمها لكم وهي جراند فروت. جراند يا جماعة هو لايم بقاله أكتر من 7 سنين في السوق، متواجد وبقوة، وأحلى حاجة فيه ودي حاجة مزايا جدا إن هو مستواه ما بيقلش. لا انت لو انت راجل شربت جراند من 7 سنين وشربته النهارده هتلاقي مستواه هو هو، سواء في جراند فروت او جراند كريم او ام تي ال او لسه الحلقات جايه كتير وهنتكلم عليها. احنا النهارده جايين نتكلم على ايه؟ على جراند فروت. يلا بينا. اول زجاجه معانا وهي هتبقى ايه؟ الايس جريب، العنب الساقع اللي عامل نفسه عنب. بص بقى صديقي، هو هنا المفروض ان انا بشتري عنب ساقع، وده انا كنت هاخد يعني فكره عنب ساقع عادي، لكن لا، لما جربت هنا الايس، العنب هنا وعنب مختلف تماما مختلف في العنب نفسه في الايس، بمعنى ان انا لقيت طبقات العنب كذا طبقه، ولقيت معاهم كمان عارف انت البلو بيري، ودي حاجه صدمتني ان انا الاقي حد حاطط عنب وحاطط معاه بقى كمان سنه بلو بيري من بعيد كده مع الايس المظبوط. لا شابوه قوي، هم عاملين عنب ابن لعيبه، بس مش كاتبين حته البلو بيري بس انا لقطتها. تاني فليفر بقى معانا صديقي وهو فليفر نار النار بالنسبه لكم، يعني هيبقى ايه؟ ايس مانجو، مانجا ساقعه طبيعي يعني، بس جراند ما بيعملش حاجه طبيعيه. جراند هنا عامل مانجا ساقعه طعمها يعني انا حسيت ان طعمها كريمي قوي، هي مش كاشمان خالص. لو انت فاكر ان انت رايح تقابل كاشمان، لا انت هنا هتقابل ريسبي مانجا. بمعنى ايه؟ معنى كده وخلينا صراحة، الكاشمان هو ريسبي بيجي من بره واحنا هنا نحط عليه البروبلين والفيجيتابل جليسرين والنيكوتين ويعبي، موضوع سهل. لكن لا، اللي انا لقيته هنا ان دي طبخة مانجا. بمعنى ايه؟ انواع مثلا من انويرا على انواع من كابيلا على محطوطة على بعض وعاملة تشكيلة المانجا. تشكيلة المانجا اللي هنا هي مش كاندي خالص، مش تقابل اي طعم بونبوني، لا انت بتقابل مانجا زبدية ومعاها كده طعم كده من مانجا كيت والساعة. بص الموضوع مظبوط قوي قوي، وانا حبيت ان انا اقابل ريسبي مانجا، لان حاليا والا ما الله يعني الا من رحم ربي، ها خلينا كده صراحه واحده واحده، حاليا كل السوق او معظم السوق بلاقيهم جايبين الريسبي المانجا اللي هي جاهزه من بره ويضرب ويعبي ويعيش، لكن لا انا جراند هنا لقيته عامل ريسبي من بدايتها، هو اللي مصنعها، وده انا حسيته في كل بف باخده. لا مانجا عجبتني قوي قوي، والايس فيها متوازن جدا، وحكايه الايس معاهم رهيبه، متوازنين في كل الايس. تالت زجاجه بقى معانا صديقي وهي بوم جرينيت ستروبري، من الاخر كده وخلينا بالبلدي، هي عباره عن، ولا بلاش بالبلدي، خلينا كده بالعربي، هي عباره عن فراوله، والفراوله دي معاها الرمان، او تقول رمان ومعاه فراوله. ليه بقى رمان ومعاه فراوله؟ الموضوع هنا مختلف. انا اول ما شفت الريسبي دي من ايام زمان، يعني اول ما شفتها استغربت كده وقلت ايه ده، رمان مع فراوله؟ دي اكيد هتبقى حاجه يعني ضرب، يعني مش تبقى حاجه مش تبقى قويه. لا
طعم الرمان هنا هو ما فيهوش حته الاجزه او فيه ريحه بتاعه الكوكس، عارف انت الجيلي الكوكس الريحه الوحشه دي، لا ما فيهوش الكلام ده. هو هنا طعم رمان طبيعي جوس، كانك بتشرب عصير رمان. ما اعرفش حد جرب ولا لا من عصير مكه اللي في العجب، رهيب تمام. وفي منه فرع في المعموره، في منه فرع في المعموره، ولا هو فرع واحد عشان ما بقاش بهبد وخلاص، بس هو فرع واحد. انا هبيد اصلا. طب تمام، حلو الكلام، حلو. عصير رمان من الاخر، عصير رمان جوسي جدا، ومعاه بقى ترانشات الفراوله الطازه اللي هي الفراوله بيقولوا عليها ايه، الرايب، عارف انت الفراوله اللي هي الطازه اللي لسه طالعه مقطوفه متقطعه ومعاها عصير الرمان. فالموضوع هنا بوم جدا جدا جدا. انا حبيت قوي 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 فكره الرمان مع الفراوله، مع ان يا صديقي كنت في الاول حاسسها هتطلع عك، لكن طلعت يعني حاليا هي البيست سيلر في قلبي والله. بينك بانسر، بينك بانسر، بينك بانسر، الناس كلها عملت بينك بانسر، لكن جراند لما يجي يعمل حاجه يعملها بينك فروت. من الاخر كده صديقي، هو هنا انا عايز اقربها لك كده، عارف التوت الاحمر الحلو قوي ومعاه الفراوله الجامده جدا ومعاهم الكوتون كاندي، هو عمل بينك بانسر خاصه بيه. عارف انت لما تصحى من النوم كده صحي وبتجري وتقول انا النهارده كده عايز اصمم حاجه خاصه بيا، طب والله العالم كله عامل كذا، لا انا هعمل نفس اللي عاملينه العالم ده بس خاص بيا. وده اللي انا حسيته في جراند في جميع منتجاته عامه، ان هو ليه تيمه كده، ليه بيرسونا بيحب، يعني انا احب اسميها بيرسونا. حرفيا بينك بانسر جديده عليها تماما، طبقات من الفراوله كبيره جدا ومعاه بقى ايه طبقه الرمان الجامده جدا. والرمان ايه ده، مفيش رمان يا بيه، مفيش رمان اصلا، اللي فاتت كان فيها رمان بس دي ما فيهاش رمان، استنى نسيت، هي ما فيهاش رمان عشان الرمان كانت في اللي فاتت، هي فيها كوتون كاندي. انا اسف معلش اللخبطه يعني، واحنا بنحب نحط الديفوهات موت يعني، لان المخرج بيموت في الدفوهات يعني. تمام، هي عباره عن طبقات من الفراوله عاليه جدا ومعاها طبقات من التوت الاحمر وليس الازرق، لا الاحمر اللي جميله قوي، وطبقه كده في النص، واللي محوط الكلام ده كله الكوتون كاندي. الكوتون كاندي اللي هو بتاع غزل البنات، اللي هو ابو حلاوه يا حلو بيمشي في ايده زماره ده، بس بتوع التجمع بيشتروه في علب. تمام، فالموضوع هنا جميل جدا جدا جدا. انا حبيت هذا البينك بانسر الغريب عليا والشديد عليا قوي قلبي. نخش بقى في مسابقتنا النهارده، مسابقه حلقتنا النهارده فيها جوائز جميله جدا. كل اللي عليك يا صديقي عشان تشترك في المسابقه وتكسب من ضمن الخمسه اللي هيكسبوا، كل واحد في الخمسه دول هيكسب ثلاث ازايز من اختياره، يعني تختار اي حاجه في الفروت، وركز قوي عشان دي حلقه الفروت. تمام، ايه اللي تعمله عشان تكسب؟ موضوع سهل قوي، شير ولايك للحلقه، وتعمل منشن لاربعه من صحابك، وبعد ما تعمل منشن لاربعه من صحابك ابوس ايدك، ما تنساش تدخل صفحه جراند فيب اللي هتلاقيها فوق، هتلاقي اللينك بتاعها فوق، وتعمل لايك، دي من شروط المسابقه، وصحصح معايا عشان الكل يكسب. وفي واحد بقى هيبقى ليه يعني يعني عارف انت جايزه قيمه كده، عارف انت هياخد كل جراند فروت، يعني هياخد اربع ازايز. يعملها ازاي؟ بسيطه بسيطه وسهله. كل اللي عليك يا صديقي ان انت تعمل صوره كده لجراند فروت، اي صوره كده حلوه لجراند فروت، وتمنشن جراند وتمنشن الهبيت، حلو الكلام، واحنا هنختار احلى واصيع صوره معموله، حلو الكلام، وهيكسب كل جراند فروت، يعني اربع ازايز كده باشا، عارف انت اللي هو انا بصور صوره حلوه خد. الموضوع بسيط بس كده صديقي، ده كان كل اللي معانا النهارده، وكان معكم الهبيد يا ابد حيث ما شاء وقت ما شاء اين ما شاء، واستناكم الاسبوع الجاي في هبده جديده وهبده سعيده، عشان هو بيقفش يعني، مش انت بتقفش في الموضوع ده ولا اطلع بره؟ حاضر اطلع بره. ايه ده، ايه التهزيق اللي انا كنت راجل محترم في بيتي.